ساكنة مدينة طنجة وبالضبط في جهة رومبوان كاسية. غادي تلقاو عيادة الدكتور محمد فروانة، أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الشرج والبواسير. عيادة كتوفر لكم استقبال أفضل وسائل الراحة. غادي تستافدوا من كشف وتشخيص وعلاج جميع أمراض الجهاز الهضمي باستعمال أفضل الأجهزة الطبية المتطورة. الكشف والعلاج بالمنظار الداخلي للمعدة والأمعاء. الكشف بالفيديو كبسول للأمعاء الدقيقة والغليظة. مقياس درجة حموضة المريء، علاج البواسير بالليزر. غادي تستافدوا بالكشف بالأمواج فوق الصوتية، بالإضافة إلى جميع هذه التقنيات. عيادة الدكتور محمد فروانة كتوفر لكم تقنية بالون المعدة للتخسيس. بفضل تجربة الدكتور ودقة الأجهزة الحديثة تنضمن لكم تتبع وعلاج هذه الأمراض في أحسن الظروف. عيادة الدكتور محمد فروانة كترحب بكم من الاثنين إلى يوم السبت.